واخا عندنا سيلو نختمو بيه تفضلي. كيلو إيه؟ كيلو ونص ديال الفرش محمر في الفران، يعني هاد الكيلو ونص ما كيبقاش كيلو ونص، يعني كيبقى غير كيلو لا روب، ما كيبقاش في كيلو ونص محمر في الفران ولا في الكوكوط. انا كنديرو في الكوكوط باش كنتحكم في اللون اللي بغيت، يعني كنبقى ندير غير بشويه وبواحد المعلقه ديال اللعوب كنبقى نحرك يعني حتى كنكمل. عندنا كيلونس ديال جنجلان حتى هو مغسول ومنقي ومحمر. عندنا كيلو ديال اللوز نص محمر في الفران بالقشور ديالو والنص منقي ومقلي. جوج معالق كبار ديال القرفه، شويه ديال المسكه الحره مدقوقه يعني غير قد الحمصه شويه، نص كاس ديال العنبه فيه النافع البستاني والنافع الرقيق تما مطحونين. عندنا جوج ساشي ديال الزهر ونص كيلو ديال السكر كلاصي. كنجمعوا هاد المقادير كلها، كنجمعها من دابا يعني بشويه بشويه، كنجمعها في شي سطل يعني حتى كيقرب رمضان ان شاء الله بيومين ولا بسيمانه ولا عاد، كنجمعها بالزيت البلديه. حنا الزيت البلديه يعني كنطحنوها على يدينا، يعني ماشي اي زيت كنجمعو بالسلو، يعني بالزيت البلديه وهي هو كيبغي يدليك، يعني بالنسبه للمبتدئات ولهذا يعني سلو كيبغي ديري في شي بانيوني تدلكي قادر صاده وبالصحه والراحه، يعني كيجي زوين وغزال بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، شكرا عليكم وعلى كل المستمعات.